يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا من فضيلتكم أنه لا يجوز شرب الماء الذي يوزع في المقابر عند دفن الميت. ما قلت ما يجوز، أقول العمل هذا ما ينبغي، العمل هذا لأنه بداية بدعة لا يجوز، ما كان السلف يعملون هذا. أنا ما قلت ما يجوز الشرب، المحلال ما في بأس، لكن اللي يعملون هذا نقول الأولى أنهم يتركون الشيء هذا ولا يفتحون الباب للبدع. نعم.